ميدان. نشرت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك الخيرية تقرير المؤسسة السنوي لعام 2020 بعنوان واقع جديد أثر مستمر. جميل جدا أنه نبدأ سنة 2020 بهذه الإنجازات. الحمد لله بعد هالسنتين عندنا امثله وقطفنا النتائج. سايبر سيكيورتي مجال جديد في السعوديه، فلما بدات ماي كارير برا فترة الماجستير في جوله شباب ال 20 الواي 20 من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين. There's an opportunity to explore and we are already achieving even higher numbers this year virtually despite all this turbulence. Goes to legacy. We wish you all the very best. نحن استمدينا من هذه التعليمات ومن هذا الحرص على موظفينا، فاحنا من اوائل الجهات التي اوقفت العمل رسميا في مقر العمل حتى قبل ما يكون هناك ايقاف رسمي. ساعدنا ذلك في ذلك انه كان لدينا بنيه تحتيه تقنيه جاهزه، وكان لدينا ايضا العمل عن بعد هو جزء من الثقافه المؤسسيه السائده. 2020 كسنه أفادتنا حتى في طريقة تفكير مختلفة، حتى في إنتاج إبداع بطريقة جديدة. تعاملنا مع بعض كأشخاص وكأفراد وكفريق عمل أصبح أقوى، لأن المسافات ما بعدتنا. الإنجاز المشترك اللي أنجزناه سويا هو فخر لنا جميعا. نحن في مسك فريق متميز، سنبقى متميزين برغم كل التحديات، ولو كان التحدي هذا هو جائحة عالمية.